مراقبة التعليم الخصوصي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم الديمقراطي. يتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. النواب المحترمين، القطاع الخاص أصبح يلعب دور أساسي في مجال التعليم، والمغاربة والمغربيات أصبحوا يوجهون بشكل أكثر أبنائهم نحو هذا القطاع، وهذا القطاع اعتبره الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مرحلة معينة أنه رافعة وأنه شريك أساسي للقطاع العمومي للنهوض بالمنظومة ديال التربية والتكوين. إلا أن السيد الوزير هذا القطاع يعرف اختلالات كثيرة. هذا القطاع اللي أصبح المستثمر كثير من المستثمرين فيه باش ما نعممش عندهم الهاجس الأساسي ديالهم، هاجس الربح، هاجس المقاولة، ولكن هذا الشيء على حساب الجودة ديال التعليم، على حساب التطوير ديال المنظومة التعليمية في المغرب، على حساب واحد العدد ديال الأمور اللي عندها بعد تربوي وبعد تعليمي، وأيضا على حساب الجيوب ديال المواطنين والمواطنات، لأن الناس اللي كيوجهوا ولادهم لهذا القطاع هذا راه كيأديو واحد الفاتورة باهظة، وهذا الشيء كينعكس أيضا على الاستهلاك ديالهم في واحد العدد ديال الميادين. وايضا هذا القطاع ما بقاش فيه وضوح لا في كيفيه التحديد ديال الاسعار ولا في المعايير ديال الجوده ولا في الكفاءات اللي يمكن تدرس ابناء وبنات الشعب المغربي، وفيه واحد العدد ديال الاختلالات اخرى. هذا القطاع من المنتظر انه يلعب دور اساسي في التشغيل، يلعب دور اساسي في المنظومه ديال التربيه والتكوين، يلعب دور اساسي في التنميه. سيد الوزير، اليوم نسأله عن الإجراءات وعن ما تقوم به الحكومة من أجل المراقبة ومن أجل التتبع ديال هذا القطاع باش تكون عنده الشفافية في التحديد ديال 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 الرسوم اللي كيرسمها، ديال التسجيل، ديال التكوين، ديال الشروط ديال التكوين ديال أبناء الشعب المغربي. هاد الناس كاين البعض اللي عنده 9 المتر ولا 12 المتر كيدير فيها 20 تلميذ. شنو هي المعايير وشنو هي المراقبه اللي دايرها الحكومه باش ان هذا التعليم هذا يخضع لنورم ديال التكوين وديال التربيه ديال ابناء الشعب المغربي، وباش الناس يؤديوا فعلا واحد الفاتوره اللي هي حقيقيه وموضوعيه وواقعيه. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب. جواب سيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة، السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة الوزراء، عواشكم مبروكة. شكرا السيد النائب على هذا السؤال وعلى التفاعل حول موضوع التعليم الخصوصي اللي كما قلت هو فعلا شريك أساسي للتعليم العمومي، وتم التأكيد على ذلك في عدة مناسبات، في الميثاق، في الرؤية الاستراتيجية، في التدابير ذات الأولوية اللي صدرتها الوزارة والآن كتنفذها. التعليم الخصوصي عنده هدف تربوي وعنده هدف استثماري، هذا عادي. هو الهدف التربوي تكوين الأجيال والمساهمة مع القطاع العام في الترقية الثقافية والمعرفية، ولكن عنده أيضا هدف استثماري يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي التشغيل. الوزارة تحرص دائما على تأطير إداري وتربوي للتعليم الخصوصي. التأطير التربوي والمراقبة التربوية تركز على احترام المؤسسة تدعي التعليم المدرسي الخصوصي بالبرامج والمناهج واحترام دفتر التحملات، ومراقبة إدارية كذلك تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بهذه المؤسسات ومستخدميها،
وكذلك المرافق الصحية المؤسسة ووسائل النقل وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها. بالنسبة لموضوع الأسعار سبق أن تكلمت حول هذا الموضوع وقلت بأن هذا الأمر ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار، وفي هذه المسألة يطبق مبدأ العرض والطلب على حسب نوعية الخدمات. الوزارة مع ذلك حضرت مشروع مرسوم يتعلق بمفهوم المدارس الشركة، وفي إطار الشراكة قطاع عام قطاع خاص يوفر مجموعة من الامتيازات في مقابل تقييد ببعض الشروط، ومن ضمنها إمكانية التوافق حول الأسعار وحول توفير بعض المقاعد بالمجان. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب، بعض التواني القليلة المعدودة تقريبا استنفدت كل الوقت. شكرا سيد الوزير على الإجابة، ولكن هذا الشيء ما كيمنعناش سيد الوزير باش يكون واحد ضوابط معينة، واحد تصنيف مضبوط ومدقق، ما يمكنش نخليو المواطنين والمواطنات تحت الرحمة والابتزاز ديال بعض الناس المستثمرين في هذا القطاع. شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. تعقيب السيد، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل. ولا هذه المسطرة لازم من نتكلم أنا نطلبها، واللي ما قولوا لي عاد ما كاينش. تفضل السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. فعلا كما قلت هناك مراقبة تربوية وإدارية، ثم هناك الآن الأكاديميات الجهوية تقوم بهذا الدور، وأريد أن أؤكد وأخبر السيد النائب بأن هناك فعلا عقوبات وتم إصدارها في حق بعض المدارس التي لا تحترم القوانين. وشكرا.